الأمن هيجي في قلبك هتلاقي الأمن في بلدك حاول تستفيد من كل اللي قبلك اسمحوا لي بعد اذنكم من وقتكم شوية اوضح واقع ابعد ما يكون من الواقعية بعيد عن الديمقراطية والدبلوماسية لكنه شائك جدا للغاية والحساسية دلوقتي شايف الافكار بقت بالطبقية بكل تحكمية قمعية بدون شفافية بتحاسب المقدة وبتحكم بالسلطوية بكل تصنيفية نظرية مش مرمية انعدمت من تفكيرهم فكرة الروح السوية ونسيوا معنى يعني ايه الارادة الشعبية ونشروا جوه مجتمعنا امراض متفشية بتقضي على الامل بكل فشية إرهابية. طب فين المنطقية في حكم من غير مسؤولية يا بائس فاقد للشرعية في دولة خيالية علمانية ليبرالية إخوانية سلفية وكل ده ملوش أساس من غير الإنسانية يا شعب نايم على الرصيف وبالمقشة بتتكنس فيك ناس بتشقى على الرغيف وناس بتتعب في التنس افتح بقك تتحبس تتشد ودنك تتقرص تتفرم تتهرس أحسن لك تسكت تتخرس يا شعب نايم على الرصيف وبالمقشة بتتكنس فيك ناس بتشقى على الرغيف وناس بتتعب من التنس افتح بقك تتحبس تتشد ودنك تتقرص تتفرم تتهرس أحسن لك تسكت تتخرس من وقت فتح الستارة وفي الصدارة منارة الحضارة بوجود المهارة دقنا مرارة الخسارة فظهرت الشرارة ولعت عملت حرارة فاستاهل شعب بجسارة ياخد وضعه بجدارة شطارة ولا مش شطارة تحبس نفسك في المغارة وأهلك تغرق بالعبارة تحت أنقاض العمارة مش فاهم العبارة مش شايف من غير نظارة المقصوب من كل غارة خلاص اتفقعت المرارة الخير بيجي بالقطارة لازم تصطاده بصنارة ما تستناش ظهور إشارة عشان تخطط للزيارة تاخد استشارة وتمضي الاستمارة لعبة واتساب غدارة عشان بصمت بالحبارة هتسلح نفسك بحجارة أجزاء من أهرام سقارة تتجمع في شكارة تتوزع تترزع بغزارة طالب جيوش جرارة مختارة جريئة ومغوارة جاهزة تنفذ أي مهمة تهجم بسماع الصفارة يا شعب نايم على الرصيف وبالمقشة بتتكنس فيك ناس بتشقى على الرغيف وناس بتتعب من التنس افتح بقك تتحبس تتشد ودنك تتقرص تتفرم تتهرس أحسن لك تسكت تتخرس يا شعب نايم على الرصيف وبالمقشة بتتكنس فيك ناس بتشقى على الرغيف وناس بتتعب من التنس افتح بقك تتحبس تتشد ودنك تتقرص تتفرم تتهرس أحسن لك تسكت تتخرس